وانا رقدت وعمري 14 عام، صحيت في شهر 4 عام مال الاثنين. السلام عليكم، كاتب كيف شيخ اخبار شا تمام. جايكم الحلبي من ميمز جديد، بنتابع ميمز من سيرفر فواز. شكرا فواز، صح ان قثيناك مره، اخذنا الميمزات كلها منك، بس شو نسوي؟ ما لنا غيرك ولازم تعذرنا، يعني احنا زملاء. فلا تنسوا لايك واشتراك وسوي تجي تحت صندوق استمع لي كام تبع ناس تبع تصلوا على النبي سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم والدكم. نبدا المقطع. حمودي خلاص اجلس. طيب خالو ابغى اقول عليك. لا حمودي عيب. يا اخي اني احبه مره دائما مره. هلا شواخ. ها؟ شنو؟ إيه لانك ثور. يلا يلا دا حاجه الساعه 12 كنا هناك ماشي؟ خلاص الساعه 12 انا اكون هناك. ايه يلا سلم. ها 12:45 12:50 ان شاء الله اكون هناك. اي 11:50 انت زاد تقضب لي من اذا انا. يلا سلمي على ميمك. سلام. ما علينا اخوي قطع اتصال. يوم جمعة وتغديت مفطح، قررت اني اكل مفطح لان كريستيانو وميسي وبنزيما صاروا في الدوري السعودي. طلبت من مطعم مطابخ البريك، طبخ حقهم كان مره لذيذ. شوف شوف المتعة وعلمني. جديد بالدماغ يا اخي، شوفوا السمطرة ذي طعمها استغفر الله، لها طعم كثير كنا بلاستيك. الشطر الاصلي اللي تتسوى عادي كذا تجيك شكله حلو مره. وعلمني. جديد بالدمام يوصلونه لعندك. رز حقهم نثري ولذيذ. ليمون. وش تغديت يوم الجمعة؟ ما شاء الله ما شاء الله. طبعا معنا رومانسية 2001. طبعا هذا كتاب قديم 25 ريال، فلقيته يعني من اشياء الذكريات. فشوفوا يعني والله ودي 2005 يعني صدق صدق. اثناء وجودكما وسط مجموعه من الاقارب او في السوق، اهمسي في اذن زوجك عباره. يا اخي مين ذا اللي قاعد يعلم؟ في الفكره الثانيه يقول قبل ان يرجع من العمل بخري دولاب الملابس الخاص به وعطريه، حتى اذا فتح الدولاب قال الله يقلب. يقول صوري زوجك ونام بكاميرا الكمبيوتر، ثم جعليها خلفية للكمبيوتر بعد أن تكتبي تعليقك المضحك عليها. وأنا أقول ليش الحين في طاقات كثير عمل ما في ذي الرومانسية. خالك الثلاثيني بدون سبب. أمزح معك يا حبيبي. خرشني يا أخي مرتين. يا اخي حسين ذا والله مبدع. بكره يكبر ويعقل، انا لما اكبر اكبر الناس. Fuck off. Fuck off. No 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 no. I swear to fucking god. Get out of my room. Dad. ورب الكعبة نبط. هذا انا بس اكبر، السماجة بدمي، قصف جوي نووي. يا هلا بالمرشد الطلابي ومربيه الاجيال الاولى بالسعوديه. بس معجز ترى فيك. والله العظيم اني ربتك صدق الحين. من صدقك انت؟ طول وعضلات واكشن وحركات وينحاش منك الشون انحاش الاسود. عمتي ابراهيم. استغفر الله العظيم. مزي ابراهيم. هذا عرف نوعيه زي كذا من ورا الشاشه اذا سمعت اهلي يخططون على سفره. انا اللي ما يسافرون اللي يخططون اصلا، حدهم البر ما يدري وين ينتهي وجهي دهر قبتي. هي كبيره والله عاد، والله انك ليجند، سويت نفسك ظريف عند خويك المتعافي. خلص دوام الشيوخ.
انا وانت من الساعه 12 لين 10 كذا بالجديد الشيء قافله معاه. عد الملامح وجهه يا عيال. شوف مع دوب لا تمزح ابدا لا تمزح. بس والله يا يعني عدل وجهه تعديل صح اقوم شخص بالعالم. شوف ابو الفدا ايش يسوي معاه حق اتوقع ان ذا ازعجه مره انه في ناس كثير مزعجين مره. خلاص انت شويه لا يا كلب سيبوا لي انت مين هو عصابوله وش الماء ايوه البوران هاتشري اطلق ماب وحيد مستوى الهاجر خالص الهاجر خالص وش خالص وش اللي ضحك بطل ماي خلاص 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 حبيبي يا تسموني الشباتي الشباتي يلا بطل ماي ايوه شو اسمه انا اكره ايفنت تلعب سكوادات مع ناس عشوائيين واكره اكثر شيء اللي بعد تسوي شو اسمه تفتح مايك العب وخليك ساكته الحين تقول لك ليش العيال يفتحون ترام عيال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم جايب لكم مقطع جديد ان شاء الله كيف تسوي حركات بالغنيه بس كيف تسوي حركات بهلوانية بالسلايم تحاول تطلع أول شيء تطلع السلايم كله تطلع السلايم كله بعدين تعجنه 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 كذا على شكل دائرة بعدين ترجع تحاول تدخله. 2019 تحس كذا العيال كانوا سبايك داخل المواضيع عندي. أمطار جنوبية شرقية من جهة الشمال وفيه عندنا اليوم عشاء اللي يبغى يحضر الله يحييه فيه امطار جنوبيه شرقيه جايه قلت السيل مليان الحين السيل يبط واللي يبغى يروح يشوف انا شايفه في السيل وادي يخرب ناصر رب الكعبه بعالم ثاني سوينا حفل خويا بما سبتنا تركت سدب وتوتا خلصت الحد في احد في احد نخبي بدي اسوي له حفله ذي بس انا ما راح يتركي عارفه راح ياكل كيك وما راح يتركه انت عارف قاعد يسبك ليش كذا انت كلام ما فيك خوف الله ليش كذا كلام طيب يسمونه متعافي في المدرسه طبعا هذه اشد سمعه يسمونه متعافي يا اخي سبوني من بعيد تعال سب تعسب قريبه بشوف بس كيف تسبون قريب الباص يا عيال ان يكون ذا المقطع عليه كوبي رايت اقسم بالله اذا كشف كسات انت تغش انا تغش يا يب 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 ما غبي مره يقهروني يعني. حشرت اخوياك بالموضوع بس كلشت هم طبعا والله يا انك تنبعص يا انك تنبعص انا حرفيا لو ان ابني لقوم اكسر عليه طبعا الى هنا قصة الحلقات سلاك واشتراك وسبت مجد وصل الله صبرني عليه كامل تابعني على سناب بعد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم العظيم و سلام عليكم.